السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي مع برنامج حفظني. في الفيديو راح نشوفوا المصطلح اللي اختاريته اللي هو الستار الحديد. راح تكون هذه هي طريقة العمل. سندير لكم ثلاث مصطلحات اللي تختاروا هو اللي راح نديرها لكم إن شاء الله. كذلك اللي مهتم بحضور دورات برنامج حفظني كما راكم تشوفوا هذوما الدورات اللي رانا نديروها، ما عليكم إلى الاتصال لمزيد من التفاصيل والمعلومات أو مراسلتنا على صفحة الفيسبوك برنامج حفظ. وأيضا ما تنسوش تكملوا الأخير الفيديو، راح ندير لكم واحد العفسة باش تحفظوا شخصية بطريقة سهلة. إذا نبدأ على بركة الله مع الستار الحديدي بدون إطالة. واش راح نقول؟ هو مصطلح أطلقه وزير الخارجية، ووزير الخارجية ومصطلح أطلقه وزير الخارجية، هذه راهي شارش باش نعقلوا على تشرشل وينستون تشرشل. مصطلح اطلقه وزير الخارجيه وينستون تشرشل لما تحدث عن اطماع الاتحاد السوفيتي التوسعيه في اوروبا الشرقيه، وقال بانه اسدلت ستار حديدي يفصل اوروبا الشرقيه عن اوروبا الغربيه. نعيد، مصطلح اطلقه وزير الخارجيه وينستون تشرشل لما تحدث عن اطماع الاتحاد السوفيتي التوسعيه في اوروبا الشرقيه، وقال بأنها أسدلت ستار حديدي يفصل أوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية. مصطلح أطلقه وزير الخارجية البريطاني وينستون تشرشل لما تحدث عن أطماع الاتحاد السوفيتي التوسعية في أوروبا الشرقية، وقال بأنها أسدلت ستار حديدي يفصل أوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية. الذي أنصح به أنني كل ما لما يحفظش لما حفظش من المرة الأولى ما دام يعاود معاي. ايضا ما تنسوش غمضوا عينكم وتتفكروا الصور وتتكلموا في نفس الوقت هكا باش تسرعوا الحفظ نتاعكم ما تتعبوش بزاف. اما بخصوص الشخصيه اللي هي شخصيه وينستون تشرشل، وينستون تشرشل ولا بصفه عامه الشخصيه، وعلى واش يحاسبكم؟ يحاسبكم على الجنسيه نتاعه، يحاسبكم على واش كان، واش كان مثلا كيما هنايا وزير خارجيه، ويحاسبكم ايضا على اثنان من المهام اللي دارهم في حياته. إذا واش راح نقول وينستون تشرشل؟ راح نقول واش كان اللي هو وزير الخارجية، الجنسية تاعه بريطاني، يعني وينستون تشرشل وزير الخارجية البريطاني، عفوا نديرو زوج تاع المهام تاعه. صاحب مصطلح الستار الحديدي هذه أولا، وأيضا نزيد له حاجة أخرى، أخذ جائزة نوبل في الآداب، هذه نزيدوها يعني باش يكون مصطلح الشخصية تعريف الشخصية تاعنا مليح وطول شوية. إذا أعيد، وينستون تشرشل وزير خارجية البريطاني صاحب مصطلح الستار الحديدي، نزيد له تعريف خفيف، الذي فصل أوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية وأخذ جائزة نوبل في الآداب. أعيد للمرة الثانية، وينستون تشرشل وزير الخارجية البريطاني، هذه عبارة عن شخصية، وزير خارجية بريطاني قلنا صاحب مصطلح الستار الحديدي الذي فصل أوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية أخذ جائزة نوبل في الآداب. ومدى بكم لما نقولكم تخليوا المصطلح في تعليق هكذا باش نعرفكم باللي راكم تتبعوا وراكم تحفظوا. ثانيا باش تعاونوا القناه، وما تنساوش اللي ما راش مابوني ابوني، وما تنساوش ايضا تشاركوا الفيديوهات كيما نتوما راكم تستفادوا منهم، بالك اللي يستفاد منهم، وما تبخلوش المعلومه. الى فيديو اخر ان شاء الله، واستناو كيما يقول لك التصويت القادم للمصطلحات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.